بنات, now we are going to complete the exercise of unit 5. بنات راح احلكم تكمله التمارين مال الوحده الخامسه, وانتم قارنوها مع الحل اللي عندكم. حل اللي حليتوه وقارنوها وشاو حلكم صح او خطا. اوكي, use the words in the books to complete the sentences. استخدموا لي هاي الكلمات حتى تكملون هاي الجمل. اول شيء reporter معناته صحفي, wheelchair كرسي مدولب, كرسي مال المعاقين, weak معناها ضعيف, wise معناها حكيم, praised معناها يمجد او يعظم, spectacles معناها مناظر طبيه. اوكي, a فراغ, write about events for a newspaper. من هو اللي يكتب تقارير عن الاحداث في يكتب عن الاحداث في المجله؟ a reporter الصحفي. I need فراغ to see clearly when I am reading. أحتاج إلى ماذا حتى أرى بوضوح عندما أقرأ؟ I need spectacles to see clearly. Number 3, I am too فراغ to carry that heavy books. Can you help me? أنا ضعيف جدا لحمل هذا الصندوق, ممكن أن تساعدني؟ إذا نختار weak ضعيف. Number 4, young people should be فراغ when they help the older generation. الشباب لازم يكونوا فخورين من يساعدون الأجيال الأكبر منهم. إذا نختار praised, فخورين. أوكي, العفو, يمجدون, يعني لازم أن يمجدون. If someone is unable to walk easily, they may need a wheelchair. إذا شخص ما يمشي بسهولة, يمكن أن يحتاج إلى كرسي مدولب. Number 6, the فراغ man said you left a lesson for every son and a hope for every father. The wise man, الرجل الحكيم. Okay, هذا on page 72, هذا بي مهم. هسا نجي بنات على هذا التمرين. بنات انتبهوا علينا, استخدام الزمن المضارع, الماضي البسيط والماضي المستمر. Okay بنات, put the verbs in the past simple or past continuous. بنات تقرون, تنتبهوا لي على معنى الجملة, تحطوا لي الزمن. أوكي, علي sit in a cafe. ليش قلنا راح نقول was sitting؟ راح نستعمل ماضي مستمر. ليش؟ لأنه هو كان مستمر بالجلوس, كان بفترة معينة جالس بالكافي, يعني مستمر بالجلوس. he was فراغ a book. عندنا was reading, أيضا كان مستمر بقراءة الكتاب, كانك استمرارية بالحدث بالزمن الماضي. عندنا was, إذا نختار reading, ماضي مستمر. he wait for his friend Jasim, أيضا كان مستمر بالانتظار. he was waiting for his friend Jasim. اخترنا was waiting لأن كانك استمرارية بعملية الانتظار. خلال جلوسه وخلال قراءته وخلال انتظاره الصاغ, he hear a taxi stop. سمع على غفلي حدث مفاجئ قطع عملية الانتظار. أشنو؟ he heard. تختاروا لي heard, تعملوا لي ماضي بسيط لأن على غفلي سمع شيء مفاجئ. a taxi stop and he look up. أش نعمل؟ looked, نعمل ماضي بسيط. ليش؟ لأنه أيضا حدث مفاجئ, حدث بلحظة وحدي, النظرة بلحظة وحدي وانتهى الفعل يعني. أوكي بنات, he see his friend Jasim. he see بنفس اللحظة اللي كان قي ينتظر وكان قي يقرأ وكان جالس. أش عمل؟ he saw, رأى صديقه جاسم. he get out of the taxi. he got out of the taxi slowly. نعمل got ماضي بسيط. ليش؟ لأنه أيضا حدث يعني حدث صار بفترة قصيرة وانتهى, طلع من نزل من السيارة هذا, وماكو استمرارية إنه كان قي ينزل من السيارة, نزل وهذا هو. what's the matter علي؟ think. think نعمل thought, فكر, لأنه ما سي was thinking أصلا. think من أفعال التفكير, ما سي was thinking. علي فكر. then he saw, نعمل saw ماضي بسيط لأن أيضا حدث صار فترة قصيرة وانتهى, يعني لحظة وحدي رأى وانتهى. جاسم had a broken leg, جاسم كانت ساقه مكسورة. نختار had ماضي بسيط. ليش؟ ما have, لأنه أيضا حدث فترة بثانية وحدي وشعو انتهى الحدث, يعني هذا هو. اوكي, هسه بنات عندنا هذا التمرين عن ضمائر. choose the correct pronoun to complete the sentence. جاسم broke his leg and couldn't walk. he لهم, he ليش احنا قاعد نحكي عن جاسم؟ ضمير الفاعل
اوكي يعود للفاعل. احمد gave his mother and father a present. He gave it to. father و mother اثنينهم. they لو them ضمير المفعول به يجي نهاية الجملة. to them yesterday وبعده ظرف. I often go to the beach with my sister said Noor. like the sea. اش نختار we. اوكي بداية جملة جديدة الفاعل يجي بداية الجملة. اذا نختار we فاعل. Number four, Mrs. Fatma asked a question. Mrs. Fatma asked Maryam a question. Maryam gave a good answer. He or she, she or her, نختار her. Okay. Jasim and Hamid were late for school. Can you take منو? Take us. ضمير مفعول به يجي بعد الفاعل. هوني أيضا gave ضمير المفعول به يجي بعد الفاعل. Can you take us? لأن هذا ضمير فاعل الوي. In the car, Jasim asked his father. Okay. بنات وهذا الإنشاء عندنا هو كملنا اليونت 5. إن شاء الله نبدأ اليونت 6.